مرحبا مس. اهلا. هيدي مكتبي هون. تفضل. الله يزيد فضلك يا رب. انتو مكتبي هون؟ نعم تفضل. شو في عندكم؟ شو بتعملوا هون انتو؟ يا عمي مكتبي، فيك تشتري كتاب، فيك تقرا هون اذا بدك. اقرا؟ لا انا قاري بكل شيء انا. نعم؟ قاري 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 بالجغرافيا، قاري بالتاريخ، قاري بالفن، قاري بكل الكتب، قاري انجليزي، قاري بالعربي، قاري بكل شيء. استاذ لا قاري بكل شيء. هلا جيتي لي انت قاري؟ لك قاري قاري. نعم قاري. قاري غير قاري؟ اكيد قاري. قاري بغير شيء. يا مسيو وطي صوتك، هون مكتبة عامة. وطي صوتي؟ ايه قاري بكل شيء. يا مسيو بليز شو بدك ساعدك؟ والله لكي انا واقع بمشكلة طويلة عريضة. تفضل. عندكم كتاب بيعلم الانجليزي من دون معلم؟ الهيئة خالص. عم شو عرفها خالص؟ شو عرف؟ بعدنا شربانين صبح. خالص الكتاب. شو عم تحكي؟ هلا كل لبنان صار بتعلم انجليزي؟ ايه دخيلك بدي اياك، دخيلك بدك تساعديني، واقع بمصيبة طويلة عريضة. شو في؟ يا اختي جبت انا لعندي على البيت خدمة ما بتعرف عربي، بدي اتفاهم انا وياها. هلا بدك تتعلم انجلش كرمال هيك؟ لا والله بدي اعمل السفير الامريكاني بلبنان. لك ايه كرمال هيك؟ شو كيو كرمال شو لك؟ عبالك وقع بمصيبه وعنا الصبح. تقول لك شو صار معي؟ شو صار؟ يا اختي انا وعيت الصبح عندي هيدا القميص بدي اكويا. عيطت لها اودي، اجت اودي قلت لها بدنا نكوي هالقميص، قالت لي وعط ما بتعرف غير واطيه. ولك نكوي القميص، قالت لي وعط. كيف بدي افهم انا؟ قلت لها تعال لي. ايه ايه بدك تمشي لي مشي منيح لالي. قلت لها لايك ذس ها انا عملت لها هيك وابعد بالركيد وتصرخ، فكرتني بدي اقرطها. هي هي شو انا بقول لها هيك بدنا نكوي القميص، بدي اكوي القميص، اعمل لها هيك انا بدي اكوي. عايزة تتفزي عمي، انا نكوي القميص، اعمل لها هيك. عزيز لحظة شوي، دخيلي جرستك، بضل حدا بالحي مركة دخيلي. أكيد بدها تجرسك، كان فيك تقول لها كلمة واحدة. ايرون ايرون؟ ايه ايرون. ما هي خافت من الايرون لرقدي يا عزيز. ولك ايرون شو ايرون؟ ايرون يعني كوي. ايه شو عم تحكي؟ هلا ايرون يعني كوي بالانجليزي؟ ايه. شو هاللغة المحترمة هيدي؟ وانا اقول انا بحكي من زمان انجليزي ما معي خبر. تعرفي كم ايرون حكي بالنهار؟ انا بقول كم ايرون يا عزيز. هلا ايرون يعني كوي؟ ايه. شو هالامريكان هو ايرون؟ ايرون كل شيء هو. هي يعني يعني بيكو كل شيء هو. شو فرق معه؟ شو هالامريكان هو؟ عم بخليه لحدا ما ايرون فيه يا عمي. قول هي خلص ايرون ايرون كوي فهمنا. العمى اذا اللغه هيك انا شو دخلني؟ خلص ايرون ايرون حفظتها. ليش حافظ غيره انا الايرون؟ طيب بعد عندك شيء غير ايرون؟ ايه عندي. شو عندك غير ايرون؟ ايه عندي جسد، عندي عضلات، عندي فخاذ. هي ايه عندي عندي مصيبه انا وياها. هيدي شو عندك يا اختي؟ هيدي الخدمه هلكتني. هلا انا كل ما بطلع من البيت عم بيجي لاقي بعدها تركه المكيف داير. شو مكيف؟ لك المكيف تبع الهواء داير بدي اطفيه. عم تطلع لنا فاتوره الكهرباء مليون ليره بالنهار. اوكي اوكي الاير كونديشنر. مين؟ اير كونديشنر. لك شو بهون اللي مصرين على هالعضو بالذات بلغ هيدي. اير كونديشنر. لك اير يعني هواء. اير يعني هواء؟ ايه. هلا الاير يعني هواء. العمى اير يعني اوف، يعني اذا فتحت بقول افتحي لي هالباب ليفوت الاير علينا. ها غبعة قلبي، افتحوا لي الشباك خليه يضربني الاير. يا الله شو هلا اير يعني هوا؟ ايه اير يعني هوا. العمى شو هاللغة القوية؟ اير هوا وايرون. لك شو يعني؟ لك انت بتعرفي عبد الحليم لو غنى الهوا هواكم بالانجليزي كان قبر الفقر؟ كيف؟ مش سمعتيها؟ لا. كان غنيها الاير ايرينا لابني لك اسرع. هلا اير يعني هوا؟ ايه. شو هذا؟ والله انا بحكي انجليزي بالفطره، كل النهار عم بحكي انجليزي مش عارف. شو هذا؟ هين الانجليزي عزيز والله. بليز طلع لبرا معروف. لك حاجه تدفشيني. لك يا عمي انا مروح رقبتي من الصبح وانا مضروب من نك البو. شو هذا؟ نك البو.
منك قلبه ولك موجوع النك يعني رقبتك وقلبه يعني الكوع شو عم تحكي هلا نك يعني يعني رقبتي وقلبه يعني هذا كوعي ايه نك قلبه ايه عمك كل النهار بقول نك قلبه لا هذا كيف طلعنا كل النهار يا عزيز خلص صار نك قلبه خلص نك قلبه يعني هيدا وقير يعني هوا ايه لك شو هلق هيدي لو والله لازم روح عيش بامريكا انا ما بدي شيء انا شهرين بحكي احسن منه نك قلبه ايرون ايه طيب نك قلبه ايه ايه طيب اوكي يعطيك العافيه الله معك شو الله معك طول بالك فل بدي صلحها للخدمه بدها تفل ما اذا بدي اجيب وحده غيرها 6 7000 بتجي شو بدك هلا بدي صلحها ليه يوم الصبح منا معها مشكل طويل عريض كرمال لبست البنطلون هذا طاير معه زر هون في زر كان طاير فرحت عبلها تعالى يا عمي قلت لها هيك قلت لها شو بدي افسر لها طار الزر قلت لها فك 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 عزيز لك قلت لها فك فك لك شو قلت لها بعد الركيت شو فك فك الزر فك 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 شو قلت لها لك يا عمي عزيز غلط لك حدا بيقول لها لوحدة فك لك فك الزر شو بقول لها لك لا الا وقع الزر الا طار الزر لا شو فك غير الفك يعني لك ايه فكت فك رقبتك فك كلمه ما منيحه كلمه ما منيحه فك ايه شو هاللغه المحترمه هيدي يا عم والله شو والله رايح اعيش بامريكا انا ايه منيحه فك طيب طيب يلا بالاذن الله معك الله معك تعي قال لي بدي اعزمك على شغلي تعي تعي نعم خدي عزمك على الارض شو قلت؟ عزمك على الأرض إذا بتريد احترم حالك لك أرض أنا فنان برسم عزمك على ال هذا أرض شو؟ أرض 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 إيه أرض غير الأرض إيه. كله كله بيبسط قد إيه ثانك يو إن شاء الله بجرب إجي لا هلا خليك بدك تجي بعرفك أنت مهم كثير بالأرض بليز الله معك طيب رح نفل بس ليكي بكرة جاي لعندك أنا الله خليك عايزك بشغلة كثير ضرورية خير عم بقدم ورائي بدي هاجر لوين على لا على بل على, على انا يا بدي روح على بلد عربي يمكن روح على مصر او روح على امريكا مش عارف مصر وين على مصر على كايرو عوان كايرو كايرو ليش في كايرو بمصر اكيد ما انا هربان من كايرو بلبنان ما بروح على كايرو بمصر لك كايرو عاصمه مصر اهل عاصمه مصر كايرو yeah. يدخل كايرو انا مش عارف كايرو كايرو لا راح على امريكا اه امريكا يعني اكيد على نيويورك لا 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 نيويورك شو بدي اعمل انا ابن ضيعة انا بحب الحنشيش بحب النهورة بحب الجبال رايح على امريكا قالوا لي في هونيك نهر كتير طويل بدي اخذ بيت حده ايه عرفته عرفته شو اسمه هذا النهر ميسيسيبي شو اسمه ميسيسيبي هيدا هو رايح اسكن حد الميسيسيبي لا لا خبالك طولي بالك انا يا عمي طولي بالك اهلا اهلا